فيكم. هذه سالفة سريعة. أحد الأساتذة والمعلمين في المرحلة الثانوية من السودان يعطيه العافية في أحد المناطق اللي قريبة من الرياض، قديما القصة، كان يشرح لهم في اللغة الإنجليزية. هي عنوان القصة أو اللي قريبة منها أنها أحيانا يصير عندنا قناعات في رؤوسنا قديمة ما أنزل الله بها من سلطان ومتشبثين فيها. هو يشرح يقول يا زلمة يمكن تحفظون كذا والقانون هذا ينحفظ. قام طالب وقال يا أستاذ ملينا وصعبة المادة، وش بنستفيد منها؟ الثاني الثالث الرابع الخامس السادس كلهم تلاقطوا مع المعلم. المعلم عنده من الحكمة والفطنة ارسم قارورة وفيها دجاجة. قال وشلون نطلع الدجاجة من القزازة؟ قال واحد نكسرها. قال لا، ماتت الدجاجة. قال الثاني نحط عليها زيت. الثاني يقول نحط موية اللي تطلع. المهم شيله حطه مع القزازة، هي من فوق صغيرة يعني زي عنق الزجاجة صغيرة ثم منها كبيرة، وحاطن الدجاجة. واحدة من الطلاب في آخر الفصل قال اللي دخلها هو اللي طلعها. يا سلام. قال المدرس فعلا كلامك صح الصح، انتم روسكم حط فيها فكرة ان المادة الصعبة ولا لها حل وخلاص لا يمكن تطلع هالفكرة. صح. متى ما طلعنا من بعض الأفكار اللي حطيناها في رؤوسنا وهي ما لها أساس في الواقع، قدرنا أن نتحرر من بعض الأفكار الخاطئة. فكثير منا أحياناً قد يكون في باله بعض القصص، بعض المفاهيم، بعض الشغلات. المشكلة أن اللي حاطينها في رؤوسنا، مثل اللي يقول أنا لا يمكن أني أخفف وزني إلا خلاص هذا وضعي. وامس وقبل امس كنا نتكلمنا في الوظيفه وفي الزواج والى اخره. حرر نفسك من هالمعتقدات اللي احيانا ما هي بصحيحه وهي بلاها في رؤوسنا.